بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم إليكم باسمي وباسم كافة الزملاء بأحر التهاني وأصدق التماني، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الأمة الإسلامية وعلى بلدنا نعمة الأمن والاستقرار. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم والجزائر بألف خير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم إليكم باسمي وباسم كافة الزملاء بأحر التهاني وأصدق التماني، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عيد مبارك، كل عام وأنتم والجزائر بألف خير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم إليكم باسمي وباسم كافة الزملاء بأحر التهاني وأصدق التماني، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم والجزائر بألف خير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم إليكم باسمي وباسم كافة الزملاء بأحر التهاني وأصدق التماني، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا عليكم بالخير واليمن والبركة، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على أمة الإسلامية وعلى بلدنا النعمة الأمن والاستقرار. عيد مبارك، كل عام وأنتم والجزائر بألف خير.